يسعد صباحك عفاف. صباح الخير سلمى، كيفك؟ كمان يسعد صباحك. يسعد صباحك مرة ثانية، يسعد صباح جميع المشاهدين. صباح الخير، صباح الرزق الحلوة، صباح المطر والجو يلي مليان خير ورزقة حلوة لقلوبكم. بدي أتمنى لكم بهذا الصباح يحمل معه كل الشغلات الحلوة، مثلا هذا الشيء بكفي. وكمان ما بدي أنسى أصبح على آية وبدي عايدها بعيد ميلادها لـ13، وبدي أقول لك العام وأنت بخير وإن شاء الله العمر المديد بالنجاح والحب والتفوق. هي الإنسانة تعتبر أغلى شخص بحياتي، هي أختي وبنتي وكل دنيتي. بدي أتمنى لك عام حلو، وكمان بدي أرجع صبح على سلمى. يسعد صباحك يا سلمى. يسعد صباحك عفاف، وأكيد نقلها كل سنة وهي سالمة. وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا. نهار جديد، ومثل العادة دائما بيكون معنا مواضيع متعددة بين القانون والمجتمع والطب، رح تكون محطات اليوم من صباحنا غير مع ضيوفنا الاختصاصيين. ولكن مثل العادة خلينا نصبح عليكم بغنية صغيرة وبعدها نبلش. كثير من الناس تتعرض لضغوط الحياة والتوتر، أوقات كثير بتقول أنه أوفر حل وأحسن حل أنه أنا أخذ حبة مسكن بتروق لي أعصابي، ولكن هذا الحل مو دائما بيكون الحل السليم، لأنه ممكن الشخص يدمن هاي المسكنات أو ممكن تأثر على جسمه. أما في حلول طبيعية واللي هي عشبة موجودة بكل بلادنا وهي البابونج. خلينا نتعرف على فوائد البابونج بالإضافة إلى التخفيف من التوتر. لطالما تم استخدام البابونج من ضمن قائمة الأعشاب الطبية، واشتهر مغلي البابونج بقدرته على مواجهة العديد من الأمراض، وذلك لامتلاكه فوائد عديدة أهمها: يعتبر نوعاً من المضادات الحيوية، فهو يعمل على تعزيز المناعة وزيادة حصانة الجسم ضد العدوى والالتهابات. هو مهدئ للأعصاب ويساعد على الاسترخاء، لذلك يعتبر علاجاً للأرق. بعض الدراسات أثبتت بأن شرب مغلي البابونج لمدة أسبوعين يساهم بزيادة مستويات الحمض الأميني جلاسين الذي يساهم في خفض تشنجات العضلات، كما أن تناول الرضع لمغلي البابونج بكميات بسيطة يساعد في تخفيف آلام البطن والمغص، وذلك لكونه محارب لتشنجات العضلات ومهدئ للاضطرابات ومضاد للإسهال. بعض الفوائد قد نجهلها كفوائد البابونج للبشرة، فخواصه المطهرة وخصائص الشفاء الموجودة فيه: غناه بمضادات الأكسدة القوية التي تجعله بمثابة مضاد للالتهابات، وخاصة عند تطبيقه بشكل مباشر على الجلد يعتبر محاربا لبقع البشرة الداكنة ومبيضا طبيعيا لها، فهو يقلل من الصبغات الداكنة ويساهم بشكل فعال في تفتيح البشرة. انتقالاً من البابونج والشغلات الطبية والحلوة، رح ننتقل إلى فقرتنا الطبية الأولى ونحكي عن مرض لقبه القاتل الصامت. هذا المرض هو ضغط الدم الشرياني يلي بيصيب الأشخاص، وخصوصاً بيبدأ بالظهور بين سن 45 والخمسة وستين، وبعد هيك بيصير أكثر انتشار خصوصاً بين الإناث. صحيح عفاف، ولقب بأنه هو القاتل الصامت لأنه يمكن ما بيظهر عن أعراضه بشكل سريع للسيدات أو المصابين فيه، ويمكن مضاعفاته خطيرة وبتكون من دون تحذير أو سابق إنذار مثل ما بنقول. وضغط الدم الشرياني له كتير أسباب، والأهم دائما الوقاية وكيفية التعامل مع هاي الأمراض لحتى ما تتطور وتصير أمراض مزمنة للأسف. خلينا نتعرف على كل التفاصيل ونجاوب على هاي الاستفسارات مع ضيفنا أكيد الدكتور أحمد العايد، استشاري بأمراض القلب والقسطرة القلبية. يسعد صباحك دكتور. يسعد سهلة. صباحكم، شكرا لكم. الله يعطيك. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم دكتور. بداية يعني نحن هذا المرض له لقب القاتل الصامت، رح نتعرف على مدى خطورته بعد شوي، بس أول شيء بدنا نعرف شو هو ضغط الدم الشرياني. ضغط الدم الشرياني بيعبر عن قوة مرور الدم داخل الشرايين. ضغط الدم اللي بيسمح للدم انه يجري، انه يستمر، واللي هو اساسا بيتولد من انقباض العضلة القلبية. هي الدورة الدموية، القلب هو عبارة عن مضخة بتضخ الدم داخل الشرايين. الضغط مفروض يكون طبيعي، لما بيعلى الضغط بيأثر فورا على عضلة القلب، بيعمل مشاكل كثير مثل ما رح نحكي هلأ. بس هي شكرا لكم للإضاءة على موضوع انه هو اسمه القاتل الصامت.
سايلنت كيلر. ليش هالاسم؟ لأنه هو ما له أعراض الحية. هي ناحية كتير مهمة يا ريت دائما ننوه لها. أولاً ممكن الوجع راس يعني ضغط، وارتفاع الضغط عادة بتأخر كتير ليعطي أعراض، وهي المشكلة الأساسية. بعكس هبوطه. بالضبط، هبوط الضغط مباشرة بيعطي الأعراض، أما الارتفاع بتأخر كتير ليوصل للمرحلة الثانية أو الثالثة أو أكثر لحتى يبلش. المرحلة الأولى الارتفاعات البسيطة أكيد غير عرضية، وكل الأعراض اللي بنحكي عنها إن كان صداع أو دوخة أو شعور بالضوجان بنسميه عدم الراحة، هي أعراض غير نوعية ممكن تجي مع ضغط ومع غير الضغط. الإشكالية بتصير عند المرضى اللي ضغطهم على الحد. يعني مثلا إذا قلنا الطبيعي دون 14/9 مثلا، دون هو الرقم الطبيعي طبعا هو 120/80 أو 12/8. فلما يكون 14/9 أو 15/10 ما بيصير نقول أنه الأعراض ناتجة عن الضغط. يعني بيكون واجع رأسه المريض لو اتفقنا أنه في ضغط، في ضغط، لكن ما بقدر أنا أربط الضغط بالصداع بهيك حالة. هذا الكلام له أهمية كبيرة، لأنه ياما منضيع تشخيص نحنا، لأنه كل فكرنا أنه الصداع هو من الضغط، ومنعطي أدوية الضغط وبدون فائدة بالنسبة للصداع، أو حتى لو تسكن شوي لكن استمر بيكون في مشكلة أخرى هي مسببة الصداع. لذلك هي التسمية سايلنت كيلر هي حقيقية جدا بالنسبة للضغط. طيب دكتور، مثل ما حضرتك قلت انه عادة الضغط المرتفع ما كتير بيظهر، على عكس الضغط المنخفض فورا بتبين الدوخة، التعرق، الهبوط وما الى ذلك، باعتبار انه احيانا ممكن يكون الضغط مرافق لامراض اخرى او ناتج عن امراض اخرى. سابقا تحدثنا بهذا الموضوع انه مرض السكري من امراض المحفزة للاصابة بضغط الدم. هل بيتم الاعتناء اكثر بمريض مثلا السكري، او اذا ما كان مريض سكري شو الشيء لازم يعمله الشخص او الاجراءات لحتى يعرف هل هو يعاني من ضغط دم مرتفع او لا؟ اولا ضغط الدم هو ب 80% منه بنسميه الاساسي او البدئي او مجهول السبب. 20% او اقل هو اللي بيكون في مرض داخلي ادى لتطور الضغط. في شيء بنسميه عوامل خطوره لحدوث الضغط، أهم مثل ما تفضلته هو السكر، ارتفاع الكوليسترول والشحوم مثلا، البدانة، قلة الحركة، قلة الرياضة، هي كلها عوامل خطورة مهمة. هي بتبدأ بشيء اللي بنسميه المتلازمة الاستقلابية. شو هي المتلازمة الاستقلابية؟ هي لما تقل الحركة ويزداد الوزن بيكون نمط الحياة غير صحي، الغذاء غير صحي، فبتبدأ الدهون تتراكم بالبطن، نحن بالعامية بنسميه الكرش. لما تتراكم بتبلش الحساسية للأنسولين تقل، ترتفع المقاومة للأنسولين ترتفع، وبتطور داء السكري اللي هو أكثر شيء بيأثر على الشرايين وبيؤدي لارتفاع الضغط. عند مرضى السكري تحديدا لازم نكون كتير صارمين بتنزيل الضغط للمستوى الطبيعي، طبعا ما بصير ننزله كمان أكثر لأنه ممكن يكون مؤذي، لكن للمستوى الطبيعي، لأنه ترافق السكر مع الضغط بيشير لوجود خطورة قلبية وعائية كتير عالية. دكتور خلينا نعرف، يعني ذكرنا أنه في أعمار كبيرة بين 45 و65 بيبدأ بالظهور وبتبدأ المعاناة مع هذا المرض، ممكن يظهر قبل ولا أيمت؟ شو المعلومة الأصح خلينا نصححها، أنه أيمت بتبلش المعاناة الصعبة كتير على المريض؟ الحقيقة الضغط الأساسي أو البدئي أو المجهول مجهول السبب اللي بينتج بدون سبب لحاله بيتطور نتيجة متلازمة استقلابية مثلا، هو اللي بيصير بهالعمر هذا بال 45 وما بعد. الضغط البدئي الضغط الثانوي اللي ناتج عن مرض داخلي هو ببلش بكير، ممكن ينتج عن أمراض غدية، أمراض بالغدد، ممكن ينتج عن أمراض قلبية، ممكن تكون مشاكل خلقية على فكرة، تضيق برزخ أبهر مثلا، شذوذات الصمام الأبهري الخلقية من وقت ما ولد، لكن ما انكشف هالموضوع إلا مرحلة البلوغ أو مرحلة الشباب. ممكن يترافق مع ارتفاع توتر شرياني، وممكن يوصل لمراحل كتير شديدة الحقيقة. فينا نسميه كمان القاتل الصامت قبل هذا العمر؟ ايه اكيد طبعا، هو بكل الاعمار ممكن ما يعطي اعراض اطلاقا ليوصل للمراحل
المتقدمة. فموضوع الأعراض ما منعول عليه أبداً بهيك حالة، وإنما الفحص الدوري التشييك عن طبيب القلبية هو الأساس بهيك موضوع. طبعاً مجموعة الأمراض اللي بتأدي لارتفاع الضغط كتيرة، أمراض الكلية، تضيق الشريان الكلوي مثلاً، مثل ما قلنا الأمراض الغدية، أحياناً تناول الشباب خاصة لبعض الأدوية، بعض المكملات، الهرمونات، هي كله بيأثر، كلها أساسية هي الحقيقة. إذا تريدوا بس نحكي عن موضوع تناول المسكنات، باعتبار حكينا قبل شوي عن المسكنات، تناول المسكنات الديكلوفيناك، عم بحكي أسماء علمية طبعاً، ديكلوفيناك الصوديوم أو البوتاسيوم، الاستمرار بتناولها بشكل دائم بيؤدي لارتفاع ضغط شرياني، وممكن يأثر حتى على بنية الشرايين، وهذا شيء الحقيقة كتير مهم. مضادات الاحتقان، وهلأ نحن موسم الشتاء والله يبعث الخير، دائماً الحقيقة كتير بيتناولوا مضادات الاحتقان أو مضادات السعال، اللي هي كمان ممكن تسرع القلب وممكن تعمل ارتفاع بالضغط الشرياني. هي أشياء كتير مهمة الحقيقة، هي بأعمار صغيرة شباب يعني. لا هي بكل الأعمار، بس هي عم ننوه على الأسباب خاصة عند الشباب اللي بيكتروا من استعمالها. بعض مضادات الحساسية كمان، خاصة لما تكون مشركة بمضادات الاحتقان، بلاقي كتير بيجينا مريض عم يستعمله من سنة وسنتين وثلاثة. طبعا ما في مانع من استخدامها، لكن يجب الانتباه للتأثيرات الجانبية، وأهم ما هو ارتفاع التوتر الشرياني. دكتور أحمد، حكينا ببداية المقدمة أيضا أنه السيدات أكثر عرضة للإصابة بضغط الدم الشرياني، وعادة بنعرف أنه أغلب أمراض القلب أو الأمراض التي ترتبط بالدم بتكون نشوفها عند الرجال أكثر، باعتبار ما في تغيير دم وضخ دم مثل ما بتتعرض المرأة شهريا لهذا الشيء. أما القاتل الصامت فعلى العكس، عم نشوف أنه النسبة عند السيدات أكثر. شو السبب؟ هلأ النسبة عند السيدات أكثر بمرحلة ما بعد سن الضهي أو اللي بنسميه أما قبل سنياس. لا قبل لا قبل لا أكيد ممكن يصير قبل نتيجة استعمال مانعات الحمل مثلا، أو الأدوية الهرمونية اللي يكثر استخدامها عند السيدات. الهرمونات سواء سميناها موانع حمل او اي ادويه هرمونيه احيانا بتاثر على الضغط، في حالات مرضيه تستدعي غير موضوع منع الحمل، تستدعي استخدام ادويه هرمونيه. صحيح. فهي ايضا ممكن تاثر على الضغط وترفع الضغط، وهي الحقيقه كثير مهمه هي القصه. كمان عاده زملائنا اطباء النسائيه واطباء الغدد لما يستعملوا هيك ادويه بينصحوا المرضى وهن بيراقبوا الضغط ضغطهم، بيقولوا لازم تتابعوا هالموضوع بشكل دقيق جدا الحقيقه. ممكن يكون ضغط الدم الشرياني دكتور انفعالي بسبب الحالة النفسية للشخص، ممكن يسبب عنده هذا الشيء؟ بالتأكيد الحقيقة التوتر والانفعال هو فينا نقول يمكن السبب رقم واحد بارتفاع الضغط الشرياني. نسمع بالعامية رفع لي ضغطي وقت لا هذا فعلا هذا حقيقي، هذا فعلا يعني اي توتر او انفعال. على فكره التوتر السلبي والايجابي يعني احيانا الفرحه الزايده، الفرحه الزايده مثل العصبيه الزايده، مثل العصبيه الزايده ممكن ترفع الضغط. سواء طيب هون شو ممكن نعمل؟ نتطرق لعلاجات؟ لا ابدا، ادويه حصرا ولا علاجات؟ جميل هالسؤال الحقيقه، لانه لازم ننبه تماما هالقصه. الضغط من الاشياء المتبدله بكثره، كثير ممكن يتبدل، بيرتبط احيانا بجوده النوم. الليله اللي ما بننام فيها منيح بصير عندنا نوع من التوتر، فتاني يوم بضل ضغطنا طالع نازل، فالضغط ما بيتلحق بهالطريقه، كل شوي بدي اقيس الضغط. هي ناحيه كثير مهمه الحقيقه، انه الضغط المفروض قياسه مره او مرتين باليوم بس، وممكن لما ينضبط والامور بخير كل عده ايام نقول للمريض يقيس ضغطه بس مره. لكن هالموضوع هذا كثره القياس هي نفسها كمان بتعمل توتر. التوتر نفسي احد الاسباب الاساسيه لارتفاع الضغط. في نوعين، توتر الحاد اللي بيصير الان هو معصب او مزعوج او متوتر، او وفي التوتر المزمن الدائم يعني اللي هو شخص قلق، شخص متوتر. لكل نوع في خطه علاج مختلفه؟ اي اكيد، بالتاكيد كل حاله الى خصوصيتها. العلاجات هلا اذا كان توتر مزمن علاجات النفسيه اكيد. توتر الحاد لا، بنقول له هدي، ما بدها علاجات يعني اكيد. هلا بس اللي بدنا نسلط الضوء عليه أكثر إنه ما بيصير أصلاً يقيس ضغط إنسان هو متوتر. غلط. من شروط قياس الضغط يكون المريض مرتاح، ما إنه مجهد، ما إنه متوتر، مو منفعل، مو آكل،
ايضا ما يكون هلا مستيقظ، يعني هلا كمان بفيق من النوم، او ماشي مثلا طالع من الغرفه تماماً. طالع من الحمام او مثلا فاق من النوم دغري بيركض على جهاز الضغط، هذا خطا. لانه لما يفيق صباحا الانسان بحاجه طبعا يدخل على الحمام اولا، هذا كثير بياثر هذا الموضوع. بنريح ربع ساعه بعدها قبل ما نشرب قهوه، قبل ما نسمع اي خبر ممكن يوترنا، قبل ما ناكل، قبل اي شيء بنقيس الضغط. بيقولوا هذا الضغط الحقيقي فعلا، الضغط الصباحي هو الضغط الانسان الحقيقي، لانه خلال النهار اكل او شرب او توتر او بيأثر على ارتفاع، هذا كله ممكن يعطي ارقام مضلله، ارقام غير حقيقيه. اللي بصير فينا الحقيقه انه بنلاقي واحد معصب متوتر، فورا بنركض لعنده بنقيس له الضغط، هذا خطا لانه رح يعطينا رقم عالي، وبنقول له ضغطك عالي، بيقوم بيرتفع الضغط اكثر، بنقيسه مره ثانيه، كل ماله عم يطلع كل ماله عم يطلع. طبعا اكيد ارقام كثير عاليه تحتاج الى تداخل، يعني فوق 18 على 12 هي ممكن تكون حاله اسعافيه طبعا، مع انه ممكن لك كمان يعني هي حالات اسعافيه، لانه حسب شو مؤثر بالاعضاء، بالاعضاء الهدف للضغط، خاصه موضوع الدماغ والعين والكليه، هي الاعضاء الهدف يعني للضغط، طبعا غير القلب، القلب هو رقم واحد اللي بيتاثر بارتفاع الضغط. طيب دكتور، كمان هلا مؤخرا كثير شفنا اجهزه صارت بالمنزل تستخدم لبعض الاشخاص اللي عندهم امراض صدريه او ما الى ذلك، واللي هي اللي بتقيس الاكسجه وبتعطي نبضات القلب. كثير ناس بتفكر اذا نبضات القلب عاليه معناته الضغط مرتفع، بتربط الاثنين ببعض انه هذا بيكون بيأثر على هذا، مع انه علما اذا قسنا احيانا الضغط مش شرط يكون له علاقه بنبضات القلب، بس كمان نفسر هالمعلومه. طبعا طبعا هذا كثير مهم الكلام. الحقيقه مو كل تسرع يترافق بارتفاع الضغط، احيانا يحدث العكس. مع تسرع القلب فوق ال 160 فرضا تسرعات الاشتداديه، البطين ما عم يمتلئ بالدم، فبالتالي ما راح يضخ الدم مزبوط، فبالتالي بيصير في هبوط ضغط، العكس تماما. وهي من الحالات اللي تحتاج حتى صدمه، يعني تسرع قلب ممكن طول بالنا عليه، لكن لما بترافق بهبوط ضغط يحتاج الى صدمه كهربائيه لاعاده النظم الى المستوى الطبيعي. ما فينا نعتمد على الاوكسيميتر، هذا قياس الاكسجه بالضغط، اكيد لو انه ممكن يعطيني مؤشر على النبض، لكن ما بيعطيني مؤشر دقيق على الضغط اطلاقا. قياس الضغط، الاجهزه المنزليه، هلا خلينا يعني نتفق على قاعده اساسيه، اي جهاز يستخدم لقياس الضغط يجب ان يعاير على الاقل مره في السنه. كيف يعاير؟ في اجهزه معايره موجوده عند بائعي الاجهزه اللي ببيع الجهاز، الشركات المتخصصه عندهم اجهزه معايره. كيف اجهزه معايره؟ يعني انا عم بستخدم الجهاز عم يعطيني رقم معين، هل هو دقيق او مو دقيق؟ الجواب مو باني بقارنه بجهاز ثاني، لانه بعض المرضى بيجيبوا جهازهم لعند الطبيب، لا، لانه نفس الجهاز اذا قست فيه مرتين ممكن يعطيني رقمين. صح، يعني لبين ما نفك الجهاز اللي عند الطبيب وناخذ جهاز اللي عند المريض اختلف الضغط، ما بقدر اقول هذا صح ولا هذا صح. لكن الاجهزه هي ممكن تصير لها معايره بروفيشنال، مهنيه، بشكل مهني، بشكل علمي، بشكل دقيق، وقتها بنقدر نقول انه جهاز دقيق فعلا لقياس الضغط. الاجهزه المعصميه خلينا نقول تقريبا بطلت، لا يجوز استخدامها الا عند مرضى عندهم مشكله بالعضد، مدينين بشده، ما في جهاز بينلف على ايدهم مثلا، بنضطر. ليش هي غير جيده؟ لانه اصلا هذا الشريان كثير دقيق، كثير صغير مقارنه بالشرايين الكبيره اللي بتعطيك المقياس الافضل. يعني انت بتفضل دائما اللي هون، حتى الرقمي لازم يكون هون. اي اكيد طبعا، حتى الرقمي لازم يكون اسمه هذا العضدي. هذا المعصمي خلينا نقول انه مرفوض الا بحالات معينه، قلنا المرضى اللي عندهم بدانه شديده وما عندنا جهاز يلف حوالين العضد عندهم مثلا، ممكن نستعمل هذا. الشغلة الثانية اللي بنحب نضيء عليها، القياس باليد اليمنى وليس اليسرى، وهي مسألة كمان يعني شو بقولوا كعينة نحن عم نشرحها للناس والناس مام، لأنه حتى الأجهزة بيقول لك حط على إيدك اليسار، هو حط إيدك على إيدك اليسار مو لأنه هذا صح، لسهولة الاستخدام، لانه بدك تلفها باليمين وتكوي الزر وتطلع، اما هو الافضل هو انت يميني اصلا، فهي مشكله. بس هو القياس الصحيح باليمين. الاقرب
هيموديناميكيا للقلب هو الأيمن وليس الأيسر. طبعا بس أشرحها بشكل سريع، القلب هو عضو بمنتصف الصدر منحرف قليلا إلى اليسار، بس الجهة لليسار مغلقة ما عم يطلع منها الدم، بيطلع الدم منها باتجاه الأيمن. فهيموديناميكيا يعني كمسار دم الأقرب هو الأيمن وليس الأيسر. الأيسر لأنه بده يلف أول انحناء وتاني لحتى يطلع، فبيكون الناس الضغط أقل. احنا دائما بنقول انه جهه من جهه قلبي مثلا جهه اليسار. تمام. دكتور خلينا هيك ولو بشكل سريع بنهايه فقرتنا قبل ما نختم، عن اكثر المحاذير خطوره بتكون بالنسبه لهذا المرض، امتى ممكن يشكل خطر على حياتنا، او اذا في فئه عمريه ممكن تكون هي بتشكل خطر عليها اكثر شيء؟ هو خطر بكل الاعمار الحقيقه، لكن بالذات عند المرضى اللي عندهم داء سكري ومرض كلوي، هدول الناس بدهم ينتبهوا كتير كتير، لأنه ارتفاع الضغط رح يزيد من تدهور الوظيفة الكلوية، وداء السكري بيأثر على الشرايين، فارتفاع الضغط أيضا عندهم فممكن يعمل نزوف، ممكن يعمل مشاكل أكتر، وممكن يعمل لا سمح الله وفيات قلبية وعائية بنسميها بنسبة أعلى بكتير. لذلك عند هالصنفين من الناس اللي عنده سكري واللي عنده مرض كلوي بالذات لازم نكون حريصين أكثر. وأيضا الناس اللي عندهم توسع بشكل أمهات دم، سواء أم دم بالشريان الأبهري، نتيجة الضغط العالي الشرايين تتوسع بصير اسمها أم دم. أم الدم هاي كتير مهم أنه نضبط الضغط بشكل كتير دقيق، لأنه لا سمح الله على ارتفاع ضغط ممكن تتمزق وتحدث لا سمح الله الوفاة. الشيء الحلو بقى أنه إذا ضبطنا الضغط بشكل جيد الأمور تمشي تمام وما في أي مشاكل عندنا إن شاء الله. وهذا الشيء اللي دائما نتمنى لكل المرضى، وأكيد الأهم أنه نستشير الطبيب، ما نستشير مثل ما بيقولوا جارنا وجارتنا وشو بيقول الإنترنت ومن هاي القصص. بالختام نشكرك كثير دكتور أحمد العايد الاختصاصي، وعلى كل المعلومات اللي دائما بتقدم لنا إياها. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك. الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. شكرا لك، وأكيد الصحة والسلامة للجميع. أما هلأ مشاهدينا مكملين معكم صباحنا، ولكن بدنا ننتقل إلى موجز الأخبار ونتعرف على آخر المستجدات السياسية في سوريا وحول العالم مع زميلتي شيرين العلي. يسعد صباحك شيرين. صباح الخير عفاف، صباح الخير سلمى. مشاهدين موجز لأهم وآخر الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. أفاد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الأدميرال فاديم كوليت بأن جماعات إرهابية تستعد لشن هجمات على مواقع عسكرية سورية وروسية. وقال كوليت إن هذه الجماعات نشطة في محافظات إدلب، حلب واللاذقية، موضحا أن البيانات التي تلقاها المركز أظهرت أن جماعتي الحزب الإسلامي التركستاني وأنصار التوحيد تستعدان لتنفيذ هجمات على قواعد عسكرية روسية وسورية عبر استخدام طائرات مسيرة محلية الصنع. كما ستستخدم الجماعتان أنظمة إطلاق صواريخ متعددة طويلة المدى بحسب كوليت. وأضاف نائب رئيس مركز المصالحة الروسية أن قيادة المجموعة الروسية والقوات المسلحة الروسية ستتخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة من أجل منع الإرهابيين من الاستفزازات المسلحة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم طول كرم غرب الضفة الغربية، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين. وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وتمركزت في عدة مواقع، مشيرة إلى أن مواجهة عنيفة دارت بين الشبان وجنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم. أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى الإداريون في كافة السجون قرروا الإضراب عن الطعام ليوم واحد، إسنادا للأسير كايد الفسفوسة المضرب عن الطعام منذ 63 يوما وسط تدهور خطير في حالته الصحية. وبيّن نادي الأسير أن أسرى سجن عوفر
ومن كافة الفصائل والبالغ عددهم 1280 أسيراً قرروا الانضمام للإضراب عن الطعام. ويواصل الأسير الإداري كايد الفسفوس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 63 على التوالي وسط تحذيرات من محاولة اغتياله، وخاصة أن الأسير الفسفوس يواجه وضعاً صحياً خطيراً في سجن الرملة. وفي خبرنا الأخير، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن جميع الجرائم التي يرتكبها نظام كييف توثقها أجهزة التحقيق الروسية، وسيكون عقابها قاسيا ولا مفر منه. وقال زخاروفا في تصريح لها أن أجهزة الأمن والتحقيق الروسية تسجل جميع الجرائم التي يرتكبها نظام كييف، وتواصل المحاكم الروسية إصدار الأحكام غيابيا وحضوريا على مرتكبي جرائم خطيرة ضد المدنيين، مؤكدة أنه مقابل كل جريمة يرتكبها نظام كييف بغض النظر عن الفاعل ستنزل عقوبات قاسية ومحتومة بالمجرمين. ختام الموجز، والآن عودة إليك عفاف. شكرا لك شيرين مصطفى، يسعد صباحك مرة ثانية. أما هلأ عفاف مكملين بمحطاتنا الصباحية، ولح نروح لفقرتنا القانونية. واليوم رح نحكي عن موضوع كتير بنسمع عنه، وهو الوكالة عن الغائب لتسيير أمور تجارية أو عقارية وغيرها. شو المقصود بالشخص الغائب خصيصا بهذا الموضوع؟ شو الحالات اللي ممكن يمنح فيها القاضي الشرعي الوكالة عن الغائب وغيرها من الأمور والتفاصيل اللي رح نتعرف عليها؟ طبعا مع ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة المحامية رنا ديبي، سعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير سلمى، صباح الخير عفاف، صباح الخير للمشاهدين جميعا. يسعد صباحك استاذه، نورتي. خلينا بالبدايه، يعني الوكاله عن الغائب هذا مصطلح، او خلينا نقول يمكن في اقليه من الناس بتعرفه، خلينا نعرف نحن امتى ممكن نقدر نعمل وكاله عن الغائب، شو هي الحالات الضروريه يلي بتستدعي انه الغائب يوكلنا فيها. تمام، مثل ما تفضلتي وقلتي انه الناس يمكن قليل اللي بتعرف شو يعني وكاله غائب، تستغرب المصطلح. نحن المتعارف عليه انه في شخصين، واحد بده يوكل الثاني بشيء معين بتسيير امور معينه، فبيروحوا مع بعض عند كاتب بالعدل، بيعمل له وكاله وبيمشي الحال، بيصير الشخص اللي الوكيل مسؤول عن اداره هي الامور. وكاله الغائب هي نوع خاص من الوكالات اللي راح احكي فيه بالتفصيل، بس قبل ما احكي عن وكاله الغائب خليني اعرف الغائب بالاول كتعريف قانوني. يعني شو تعريف الغائب؟ نحن دائما بيصير عندنا لغط بين مفردتين، بين غائب ومفقود. يمكن الناس بتقول لك اثنيناتهم مو ظاهرين يعني فهن مثل بعضهم، لا، قانونا في فرق بين الغائب والمفقود. الغائب هو شخص نحن بنعرف انه هو على قيد الحياة، ولكن ما بنعرف موطنه، ما بنعرف مكان اقامته. اما او ممكن نكون بنعرف مكان اقامته، له موطن معروف، ولكن هو يعجز عن تسيير اموره لسبب ما خارج عن ارادته، ما بيقدر يمشي اموره المالية، معاملاته، اوراقه، ما الى هنالك. هذا هو الغائب في القانون السوري. اذا الفكرة الاساسية انه هو عايش موجود على قيد الحياة. اما المفقود هو شخص فقد بأسباب مجهولة مثلا أو فجأة يعني، فنحن ما بنعرف هو موجود على قيد الحياة ولا ما موجود على قيد الحياة. حديثنا نحن اليوم لحتى يكون حديثنا مركز وواضح عم نحكي عن الغائب، الشخص اللي بنعرف مكان إقامته، إله موطن ولكن ما بيقدر يسير أموره، أو موجود على قيد الحياة بس ما بنعرف موطن أو مكان لإقامته. في شغلات تعطلت، مصالح معينة بتخص أشخاص آخرين وبتعلق فيه، بدنا نمشيها، بدنا نسيرها. لذلك صار في شيء اسمه وكالة الغائب اللي هي بتمشي هي الامور متعلقه فيه او احيانا باشخاص اخرين. هي وكاله هذا هو تعريف الغائب. وكاله الغائب اذا هي وسيله افردها المشرع، شرع القانون السوري لتسيير امور الغائب الماليه او غير الماليه من اوراق ومعاملات لاشخاص معينين ضمن شروط معينه، هلا رح نحكي فيها بالتفصيل. طيب استاذه رنا، يعني بنعرف انه الوكالات لها انواع كثير متعدده، ونفس الشيء الاشخاص اللي بيسمح لهم بالقانون انه هن يعملوا وكاله عن غائب، خلينا نعرف لمين عطى هي الاحقيه القانون السوري. نعم، اول شغله بدي اقولها انه وكاله الغائب هي تؤخذ باذن من القاضي الشرعي حصرا. القاضي الشرعي هو المسؤول عن الوكالة. لمين القاضي الشرعي بيعطي وكالة؟ أحياناً سلمى بيكون الشخص اللي هو بده يغيب، اللي هو مثل ما قلنا موجود على قيد الحياة، بنعرف مكان إقامته بس هو لأسباب معينة ما بيقدر يمشي أموره، بيكون هو حط وكيل قبل ما يروح. هذا الوكيل تتحقق فيه الشروط اللي لازم تتحقق. هلا بحكي شو هي الشروط. فهو مع
يعينه قبل ما يسافر، قبل ما يطلع، أو لسبب ما، فالقاضي بياخذ بعين الاعتبار هذا الشخص، بيشوفه انه استوفى الشروط اللي المحدده قانونا، اللي هي نفس شروط الوصي. يعني نحن سبق وحكينا عن الوصايه، لما اجوا حكوا عن وكاله الغائب قالوا شروط الوكيل عن الغائب لازم تكون مثل شروط الوصي، اللي هي الوصي لما بيكون في عندنا قصر، وهيك حكينا حلقه كامله عن الوصي. باختصار، شو هي شروط الوصي اللي لازم تتوفر بالوكيل عن الغائب؟ طبعا. هي اهمها هي البلوغ، العقل، العدل، قدرته على اداره امور الغائب، اللي هو بالمقابل كان قدرته على اداره امور القاصر، فهلا نحن صار عندنا وكيل عن الغائب، فهو المفروض يمتلك القدره على اداره شؤونه واحواله. اذا شاف القاضي الشرعي انه هذا الشخص اللي عينه الغائب اللي بده يغيب يعني قبل ما يصير غائب هو متوفره، فاذا بيثبت له وكاله الغائب. في حال الشخص ما عين، هو غاب، انقطعت اخباره مثلا، بنعرف انه على قيد الحياه بس ما بنعرف وين صار، فممكن لاحد اقاربه، لاحد ذويه، انه يتقدم بطلب الى القاضي الشرعي. اذا كمان القاضي الشرعي ارتأى انه هذا القريب او هذا الوريث، على الاغلب الورثه لانه بيكون في معاملات ماليه يعني بدها تتسير، يعني بيشوف كمان انه تحققت الشروط، فبيثبت له قرار وكاله الغائب، او القاضي هو بيعين شخص يمتلك الشروط المناسبه والمواصفات المناسبه لحتى يكون وكيل عن الغائب. فهي بالنسبه للاشخاص اللي بحق لهم يحصلوا على وكاله عن الغائب، ممكن اخته، ممكن عمه، ممكن ذويه، او حد ورثته مثلا. استاذه، بنشوف اشخاص برا مسافرين ما لهم قادرين مثلا، عندهم ظروف او ما بيقدروا يجوا على البلد حاليا، وبدهم تجديد باسبور جواز السفر، او اشخاص بدهم يطلعوا جواز السفر، ممكن هون نحن نعمل وكاله عن غائب بهي الحاله؟ نعم، ممكن نعمل وكالة عن غائب بهي الحالة، لأنه هي بترجع تسير أوراق وأمور، بده يكون محقق الشروط. يعني في عنا نحن أشياء مطلوبة قبل استحصال الوكالة، اللي هي أول شيء بيقلك أنه إخراج قيد عن الطرفين، صورة عن أو غير محكوم للوكيل، للشخص اللي هون بده يكون غير محكوم، وهذا شيء منطقي. إذا كان مفقود، خلينا هيك ننوه عليه، إذا كان مفقود مثلا ما نو غائب، فبدنا نحن ضبط من مخفر الشرطة مصدق هذا الضبط بتاريخ معين أنه فقد هذا الشخص، لحتى يقدر اللي بده يعمل وكالة يعمل وكالة عنه، مضبطة مختار من عند مختار الحي نفسه. هدول الشروط لازم ابتداء بتاخدي هاي الأوراق، بروح عند القاضي الشرعي، بياخد وكالة عن غائب، بموجبها بيقدر يجدد جواز السفر، بيقدر يستحصل على جواز السفر مثل ما ذكرتي. فسؤالك إجابته نعم، يستطيع الوكيل عن الغائب أن يحصل على جواز السفر. نعم أستاذة رنا، كمان اليوم خلينا نحكي شوي عن الشروط أو القواعد اللي نص القانون السوري لا صلاحية هاي الوكالة عن الغائب، شو لازم يتوفر من شروط، وشو الشيء اللي ممكن يعيق أنه هاي الوكالة تتم؟ نعم، هلأ بحال نحن حكينا نوعين من الشروط، خلينا نقول شروط هي يعني أوراق مطلوبة، وفي شروط شخصية إلى علاقة بصفة الشخص اللي بده يصير وكيل. لحتى أرجع بندون هيك لنعرف مين الشخص اللي بيقدر يكون بسهولة يعني يحصل على وكالة الغائب، قلنا بده يكون يتمتع بشروط الوصي، وكمان مثل ما قلنا العقل والبلوغ والعدالة والقدرة على تسيير الأمور، بده يكون غير محكوم بجريمة سرقة، بجريمة إساءة ائتمان، بجريمة تزوير، أي جريمة مخلة بالأخلاق والآداب العامة، وهذا شيء منطقيا يعني شخص بده يصير وكيل فبده يكون أمين بالدرجة الأولى. لما يمتلك هاي المواصفات ويجيب الأوراق المطلوبة اللي هي مثل ما قلتون وعدتون، فهو بيقدر ياخذ هاي الوكالة. بتكون صلاحياته كمان مثل ما شروطه بتشبه شروط الوصي، كمان صلاحياته بتشبه صلاحيات الوصي، يعني هو بيقدر يعمل. الفكرة الأهم بالوكيل عن الغائب انه اي تصرف بده يعمله تجاه هذا الغائب بده يكون ياخذ اذن القاضي الشرعي، يعني هو مسمح له يستخرج اوراق، مسمح له مثلا احيانا بيكون في نفقة لزوجة هذا الغائب، فهو بده يضطر هذا الوكيل يصير هو ينفق من مال الغائب على هاي الزوجة بموجب هاي الوكالة. في عندك مثلا بضاعة للغائب رح تتلف، يعني أنا عم بعطي أمثلة عملية لحتى الناس تعرف كيف الوكيل بيتصرف، بضاعة ممكن تتلف فهو مضطر بده يبيعها مثلا، بده يتصرف فيها، فبموجب هي الوكالة بيقدر يتصرف فيها. أوراق بتخص الجامعة مثلا بيقدر يستخرجها، جوازات السفر مثل ما حكينا. ولكن الأشياء اللي ممكن تضر الغائب هي أكيد بده أولا تندرس الموضوع كتير منيح من قبل، ويأخذ على إذن واضح وصريح بهي العملية تحديدا اللي هي فيها التباس من قبل القاضي الشرعي. وفي أشياء باطلة
حاصلة بطلانا مطلقا مثل التبرع بمال الغائب. يعني ما بيقدر لما أنا أخذ وكالة عن غائب رح أتبرع بأمواله لشي جمعية مثلا أو لشخص معين، أنت عم هيك عم تنزل له الذمة المالية أو يعني مثل ما بيقولوا رصيده المالي، فهذا الشيء باطل بطلانا مطلقا، ما بتقدر تتصرف فيه. الفكرة المهمة اللي حابة أحكي فيها موضوع الموافقات الأمنية، أنه سألت كتير عن الموافقة الأمنية بالنسبة لوكالة الغائب. كل الوكالة عن الغائب بدها موافقة أمنية. هلأ وزارة العدل استصدرت تعميم بآخر 2021 على ما أعتقد بوجوب أنه الحصول على موافقات أمنية، وكان هذا الشيء لمصلحة الغائب بالدرجة الأولى، لأنه كتير صار في عنا نتيجة الأحداث اللي مرقنا فيها والظروف كتير صار في عنا وكالات عن غائب. صحيح. وصار في تلاعب ممكن أحيانا من قبل الوكيل مثلا، فحماية للناس حطت الموافقة الأمنية. الموافقة الأمنية حطتها على عمليات البيع، يعني على وهذا الشيء منطقي. يعني أنت بركي كان الوكيل عليه إشكالية معينة فأنت سلمته ضمان بيع بيت مثلا أو شراء بيت، لا هون بده موافقة أمنية. بس مثلا أوراق تانية عادية لنفترض ورقة جامعة بده موافقة أمنية الوكالة عن غائب، لا ما بده موافقة أمنية. الموافقة الأمنية بتيجي ابتداء قبل ما نقدم الورق للقاضي الشرعي. ببعضها إيه وببعضها لا، لأنه الناس عم تسأل مفكرة أنه الموافقة الأمنية على كل أنواع كل الوكالات الغائب، لا هي على شيء وشيء آخر ما بده موافقة. ذكرتي أستاذة أنه ممكن بحالة من الحالات القاضي هو يختار شخص من عنده يوكله عن الغائب، شو في عنا اجتهادات قضائية تانية ضمن قواعد الوكالة عن الغائب شو ممكن يكون؟ هلأ بصراحة معظم التفاصيل اللي بتخص وكالة الغائب مو اجتهادات بقد ما هي واضحة وصريحة بنص القانون. الأحوال الشخصية ليش؟ لأنه نحن وقت قلنا أنه الوكالة على الغائب أحكامها مثل أحكام الوصاية من ناحية شروطها، شروط الوصي يعني شروط الوكيل عن الغائب اللي هو مثل شروط الوصي من ناحية الصلاحيات من ناحية العزل، فهي مذكورة بنصوص صريحة بالقانون. بتجي الاجتهادات أحيانا عم تكون شوي معقدة اجتهادات، بس مثل ما قلت لك الاجتهادات أنه القاضي مثلا يشوف هذا يعني مو اجتهاد بقد ما هو خلينا نحكي عن السلطة التقديرية للقاضي بأنه ما يقبل يكون فلان وكيل عن الغائب لأنه هو شاف أنه في أحد الشروط غير محققة فيه. معظم تفاصيل الوكالة عن الغائب تغطت بنصوص قانون الأحوال الشخصية. كان في شوية اجتهادات ذكرناها مثل الموافقة الأمنية اللي هي ما كانت تتطلب يعني كل وكالات الغائب جزء منها يعني. طيب أستاذة رنا، غالبا بعض أنواع الوكالات بيكون إلى مدة معينة، يعني مثلا شخص عمل وكالة أنه لا مثلا نقل ملكية بيت أو نقل عقار أو ما إلى ذلك وتنتهي بانتهاء هذا الموضوع، هل الوكالة عن الغائب هي غرضية؟ يعني أنه أنا فقط رح مشي هي الأمور التجارية أو العقارية أو مثلا جواز سفر أو الغاية منها وبعد انتهائها تنتهي الوكالة، ولا لا هي مستمرة مثلا؟ لا هلأ هي حسب الوكالة لما يذكر فيها مثلا أنا وكلت فلان لبيع العقار الفلاني وتمت عملية البيع والفراغ والنقل، أو وكلته لاستخراج جواز السفر وتم الحصول على جواز السفر بتاريخ معين. على سيرة جواز السفر ما بحب أنا أترك فكرة حتى لو قفلت عنها بالبداية، لما أنا حكيت عن الشروط الوكيل كان في أحد الشروط أنه نحصل على بيان مغادرة وعودة من إدارة الهجرة والجوازات بخص الغائب، هي أنا غفلت عنها بس هلأ على رجعت قلتها أنه هي المفروض نحصل، هي شغلة أساسية لنعرف هو إمتى طلع، لأنه نحن قلنا الغائب هو مغادر وليس متوفى فأنا ما بصير أعتبره متوفى أصلاً يعني، فبدي بيان هجرة وعودة. برجع لحديثك سلمى أنه أنا لما بوكله بعمل معين تنتهي الوكالة بانتهاء هذا العمل. ولهيك أنا دائماً بقول بنصح بالوكالة اللي فيها حتى وكالة الغائب اللي فيها توضيح للهدف أو للعمل اللي طالبه أنا من الوكيل ليعمله. ليه؟ لمشان ما يصير في أي إساءة اهتمام فيما بعد أو أي تغييرات معينة. لذلك برجع بقول مثلا أنا الوكالة العامة ما بحبها أبداً، بحاول بعيد عنها، بعمل وكالات خاصة سواء كانت وكالة عادية أو وكالة عن غائب بعمل معين تنتهي الوكالة بانتهاء هذا العمل. كمان أستاذة الموافقة الأمنية مطلوبة لحتى يكون شرط يعني أساسي لحتى الشخص يقدر يوكل؟ بالنسبة لوكالة الغائب أنا قلت إنه الموافقة الأمنية وضعت لمصلحة الموكل بالدرجة الأولى لحتى ما يصير في عنا أي إشكالية. لربما كان الوكيل عليه إشكال معين أو يعني صار في صراحة كثرة كتير الوكالات بالفترة الأخيرة عن الغائب، فالموافقة الأمنية كانت أصدرت برجع بعيد إنه وزارة العدل تعميم بوجوب وجود موافقة أمنية كمرفقات أساسية ابتداء قبل تقديم الورق للقاضي الشرعي، بس مو
كل انواع الوكالات عن غائب، مثلا وكاله البيع والشراء طبعا بدها موافقه امنيه، وكاله اخذ جواز سفر ما بدها موافقه امنيه، استحصال ورقه معينه اداريه تسيير امور ما بتمس كثير بالمصالح الماليه للشخص الغائب ما بدها موافقه امنيه، بس في عمليات معينه مثل بيع شراء عقارات بيوت. هلا الاهل اكثر شيء عم يوكلوا اولادهم لحتى يرتاحوا من قصص البيع والشراء وكثران قصص الوكاله، يعني باي شخص نحن ممكن نثق فيه، كمان مطلوب هون موافقه امنيه؟ لما اجوا حكوا عن الموافقه الامنيه هن ما حكوا انه في اشخاص بناخذ لهم موافقه امنيه واشخاص ما بناخذ لهم، حكوا عن عمليات معينه، عمليات او امور معينه تستوجب الموافقه الامنيه، ما ذكروا اشخاص، قالوا عمليات بيع وشراء، فالبيع والشراء مين ما كان الشخص اللي عم يكون فيها بده موافقه امنيه، ما خص العلاقه، ما خص العلاقه، لانه هلا الافضل دائما انا بقول انه يوكل الشخص الذوي او الورثه بيكونوا اكثر قربا واكثر، بس مع ذلك الموافقه الامنيه شيء ثاني، شيء له علاقه بالعمل المراد القيام به بموجب هي الوكالة وليس بالشخص اللي هو وكيل. يعني أستاذة رنا، كثير أوقات بنسمع عن أنه كان شخص هو اللي عم ينعمل له الوكالة عن الغائب، ولكن ظهر شخص آخر مثلا هو من العائلة ما كان ظاهر بالبداية، فبصير في اختلاط بالموضوع أنه هذا كان له الأحقية، فهل بحق مثلا للوريث اللي ما كان ظاهر سابقا أنه هو يسحب الأحقية من الشخص اللي موكل؟ هلا الوكاله نحن قلنا اول ما قلنا انه قلنا هي وسيله منحها المشرع، وهي عباره عن قرار يصدر من القاضي الشرعي، هذا القرار لما بيصدر سلمه من القاضي الشرعي بيكون فيه انذكر اسم الوكيل اللي هو ارتقى القاضي انه هو شخص مناسب ومحقق للشروط. بهذاك الفتره ما كان في، بهذاك الفتره ما كان في وصدر هذا الشيء، بيرجع للقاضي الشرعي بده يرجع يقدم طلب جديد، بحال بده يشوف القاضي انه كان في سبب بعد ما ظهر هذا الشخص اللي انت عم تقولي عنه ليعزله او ليسحب منه الوكاله، هذا الشيء ما بصير بين اشخاص، بصير بقرارات واذن من القاضي الشرعي اللي هو بقرر يسحب الوكاله الشرعيه، الوكاله عن غائب من شخص ويمنحها بموجب قرار واذن لشخص اخر، ما بتصير عمليه كيفيه، حتى لو ظهر مين ما ظهر، بيروح لعند القاضي الشرعي بيرجع بيقدم طلب او بيطالب بعزل الوكيل الاولاني لسبب ما، بده يدرسه القاضي ويشوف هل هذا السبب هذا له شروطه وأحكامه، بيرجع تقديره للقاضي الشرعي وليس للأشخاص. أكيد أكيد بدنا نشكر حضرتك على كل المعلومات والتصحيح الأخطاء اللي خبرتنا إياهن، ممكن كان عنا معلومات نحن خاطئة إنه ما بنقدر أو مفكرين لكل العالم بدها موافقات أمنية، فبدي أتشكر حضورك وأهلا وسهلا فيك. الشكر لإلك عفاف. شكرا لك استاذة رنا ولكل المواد اللي قدمت لنا اياها. اما هلا صار الوقت لروح لحلب، واقيم معرض فني يتزامن مع عيد المولد النبوي الشريف بعنوان عهد يتجدد، والتفاصيل بتقرير مراسلنا مصطفى كوسا. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف انطلق في مدينة حلب معرض وحي النبوة تحت عنوان عهد يتجدد. يتناول المعرض بعضا من السيرة النبوية العطرة بطرق عرض مختلفة ومتجددة بهدف إعادة إحياء ذكرى مولد نبي الرحمة والتذكير بسيرته العطرة. هذا المعرض اللي احنا عم نقيمه وللمرة الخامسة على التوالي، هذا المعرض بيتضمن رسائل احنا من أديها للناس، هي تعريف الناس بشخصية وعظمة هذا النبي العظيم من خلال وسائل تعريفية بهذه السيرة النبوية العطرة، وسائل حديثة يعني فيها بصرية وسمعية بنفس الوقت مجتمعة، حتى احنا نحيط ونرجع هذه الشخصية العظيمة لملامح وأذهان الناس. احنا هذا المعرض بيتضمن عدة صالات، كل صالة مختصة بأمر معين، عنا أو في عنا المحطة الأخيرة هي فيها حجرات من حجرات الرسول عليه الصلاة والسلام وجزء من الكعبة وجزء من المدينة. الغاية من هالمجسمات أنه نرجع نشوف كيف كان عايش الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نعيش النهج اللي عاش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، نرجع نتمسك فيه، لأنه النهج إذا مشينا فيه مشينا بالحياة بشكل كتير صحيح. أقيمت في المعرض محاضرات عن الأخلاق التي جاء بها رسول الله للبشرية، كما ضم عروضا سينمائية تابعها الزائرون باهتمام وفرح بما سردته من سيرة نبيهم الأكرم. معرض كتير حلو، ذكرنا شغلات كتير، في شغلات كتير كنا ما بنعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم عرفناها هلا. ومنشكركم ومنشكر كل واحد يعني ساهم بالإنجاز. ممتاز بارك الله فيهم، ولا أحلى من هيك معرض، ولا أحلى من هيك
ترتيب ولا احنا من هيك استقبال ولا احنا من هيك خروج. يعني لازم نجي جاية تانية اطول ويكون معنا الوقت الكافي لحتى نقدر نفهم الاطفال كل مجسم عاملينه، يعني شيء ممتاز. يهدف المنظمون لمعرض من وحي النبوة توجيه رسائل عديدة، أهمها أنه شكل دعوة لاستنباط العبر من حياة الرسول الأكرم لأذهان الناس ودعوتهم للسير على نهجه. احتفالات كبيرة تعم مدينة حلب بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف في رسالة تؤكد على المحبة والأخلاق للعالم. مصطفى كوسة، الإخبارية السورية، حلب الشهبة. وبإطار الأنشطة اللي عم تشهدها محافظة درعا، أطلقت مديرية الصحة بالتعاون مع الهيئة العامة للمستشفى الوطني بالمدينة وجمعية تنظيم الأسرة الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي حتى تشمل عدد كبير من المراكز الصحية في القرى والبلدان. والتفاصيل أكثر رح نتابعها سوا ضمن تقرير مراسلتنا مرح المقداد. أطلقت مديرية الصحة بدرعا وبالتعاون مع الهيئة العامة لمستشفى درعا الوطنية وجمعية تنظيم الأسرة فرع درعا الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك ضمن المراكز الصحية وعن طريق فرق جوالة تجوب القرى والبلدات في درعا لتوعية النساء بضرورة الفحص ومتابعة الحالة الصحية بشكل دوري لدرء الإصابة بسرطان الثدي ضمن حملة الشهر الوردي. موجود عندنا بالمركز هون بالمشفى ماموغرافي، احنا هسا من خلال الحملة دوام يومي نستقبل جميع الحالات اللي بتيجي على المشفى لمدة شهر. بعد الحملة كمان موجود عندنا الماموغرافي يوم بالأسبوع لمتابعة الحالات بشكل دوري. ومرحب بالأخوات المراجعات ومتمنى لهم السلامة. نحن كجمعية تنظيم أسرة انطلق حملة الشهر الوردي للتوعية بحمل سرطان الثدي، طبعا من خلال العيادات الثابتة والفرق الجوالة، من خلال بروشورات مثقفات مقدمات المشورة عم بيعطوا السيدات آلية الفحص المبكر لكشف الحالات المبكرة وتحويلها إلى مشفى درعا الوطني أو إلى المراكز المختصة بذلك، طبعا متواجد مقدمات مشورة بالإضافة إلى الداعمات النفسيات. محاضرات تثقيفية وتوعوية تقيمها الكوادر المختصة ضمن المنظمات الأهلية والمراكز لضرورة توسيع دائرة الوعي وتدريب المستفيدات على كيفية الفحص الذاتي ضمن المنزل ومساعدة الأخريات على كشف السرطان مبكرا لاحتمالية أكبر للشفاء. نحن هون بالجمعية بنعطي جلسات توعية يومية للسيدات وعندنا فحص ذاتي لكل السيدات، مدربين على الفحص الذاتي، وفي هون عندنا طبيبة نسائية بتقوم بمتابعة الحالات، الحالات المشتبهة طبعا بنحولها على المشفى الوطني لإجراء صور ماموغرام وإيكو للثدي. بنركز على شو هي الأعراض المبكرة، ودائما بنأكد على كل المستفيدات إنه الفحص الذاتي والمبكر وكشف الأمراض ببدايتها هو نسبة شفاء تام. بشهر 10 وشهر أكتوبر بنسميه الشهر الوردي مشان حملات توعية سرطان الثدي. طبعا احنا غير شهر 10 الجهاز عندنا بالهيئة شغال على مدار السنة. دي يعني الواحد يحب انه يزيد من معلوماته، يعني حتى لو تقدم بالعمر شوي بكما، يعني عندك بنات، عندك خوات، عندك بنات ابن، عندك جارات، يعني المعلومة اللي عندك تفيدها بغيرك. تستمر الحملة لنهاية الشهر الجاري وتستقبل جميع النساء للقيام بالفحص بشكل مجاني ضمن المراكز الصحية المعتمدة. مرح المقداد، الأخبارية السورية. أما هلأ رح نروح لمساحتنا الأخيرة لليوم ورح نحكي فيها أكثر عن السحر والسحر الأنثوي بالذات والدمج بين الخط العربي ومهاراته وبين الحرفة اليدوية وإعادة تدوير يمكن بعض القطع بالمنزل، وهذا الفن الجميل اللي بتتميز فيه طبعا سيدة من السيدات السوريات اللي هي ضمن مشروع الخاص واللي رح نحكي عنه أكثر. يعفى أكيد السيدة اللي معنا اليوم هي السيدة رزان كيلاني، وهي أيضا عضو بمجموعة إبرة وخيط، قدرت من خلال إبداع أنه تضيف على اللغة العربية سحر
خاصة وتضيف على خصوصيته إبداع جديد وأشياء كتير جديدة ومميزة. رح نتعرف على إبداع هي السيدة اليوم وعلى شغلها ونتعرف على مشروعها. هذا ضمن فقرتنا الختامية لليوم. معنا اليوم السيدة رزان كيلاني. يسعد صباحك. يسعد لي صباحك يا رب. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي ست رزان. خلينا بالبدايه نبلش. المشروع مانو جديد وانت صار لك كثير عم تشتغلي هذا المشروع. شفنا لك معارض متعدده ان كان مع ابره وخيط او حتى شغل فردي. اليوم الجديد انه صار في اكثر دمج للخط العربي مع اعاده التدوير اللي انت كنتي مبلشه فيه. نتعرف اكثر على هذا الموضوع. انا مع مجموعه ابره وخيط صار لي 7 سنين. طبعا نحن بنشتغل بإعادة تدوير الأقمشة. شغلي يعني أخذ طابع إدخال الحرف العربي، طبعا إيمانا مني بأنه اللغة العربية هي لغة غاية بالجمال والروعة. حروف العربية أثبتت على مر التاريخ مدى يعني جماليتها، لحتى أنه اللغة العربية أدخلت ضمن هيئة الأمم المتحدة كلغة رسمية معتمدة. فأنا إيمانا مني ومحبتي لهاللغة العربية حبيت أني ترجمها بشغلي، إما من حيث الأقمشة، يعني ممكن أنا أعمل شكل الكلمة بالقماش أو ممكن أرسمها رسم. طبعا الأحرف العربية أنا بالنسبة إلي حسيتها هي أحرف مرنة انسيابية بتعطي جمال كتير بالشغل. فأنا كمان بدي شغلي أنه ياخد بصمة يعني سورية، كونه إعادة التدوير هي موجودة بكل العالم، فأنا كيف بدي خلي شغلي مميز؟ حاولت أني أدخل فيه الحرف العربي. طبعا الحروف العربية يعني في عدة أنواع من الكتابة العربية، نسخ، ديواني، ثلث. أنا اعتمدت خط الثلث لأنه خط الثلث هو عبارة عن خط المرن، الحرف بيطلع فيه كتير حلو. طبعا شغلة تانية جمالية لغتنا أنه أحرفها متصلة، هالاتصال ممكن أنت تشكلي منه شكل هندسي بالزخرفة، فكيف ما نزلتيه على القطعة بيعطي جمالية. وهلأ حاليا يعني في رجعة هيك كتير الناس عم بتحب ترجع للماضي، للأقمشة التراثية، للحرف العربي. عم بتحب شيء يكون مكتوب فيه له لغة هيك قريبة منه أو أسماء معينة شيء معين. لحتى مو بس الناطق باللغة العربية بيحب الحرف العربي، حتى الأجنبي يعني بينشد لهالحرف العربي. يعني الحرف العربي بحسه حرف مقدس، خرج انه يتنزل بلوحات، بديكور، بأقمشة، له فخامة يعني. فحبيت انه هالشيء ترجمه من ضمن اعمالي. طبعا نحن من شي سنه ونص عملنا بابره وخيط، نحن كل سنه بنشتغل بورشه وبنعمل معرض بنهايتها. عملنا ورشه سميناها حروفيات وعملنا معرض فيها. انا ضليتني من بعد هالورشه متعلقه بالحرف العربي، فحبيت انه خلص ياخذ منحة معي مع المحافظه على الاقمشه التراثيه السوريه. كثير بستخدم بشغلي هلا اذا لاحظتي قماش الصايه، القماش الصايه هالالوان اللي في تحديدا هذا قماش الصايه. ايوه هذا قماش الصايه، الالوان اللي في خيط القصب اللي في قطع فيها واضح اكثر. قماش الصايه هلا هو انا بدخله بشكل، لا هذا قطع صغيره تطعيم يعني. ايه هلا نحن طبعا ايه هذا هو طبعا نحن شو بتوفر عنا قماش يعني فبنستخدمه على حسب كمية القماش الموجود عندنا. فقماش الصاية هو قماش ملون بيدخل فيه خيط قصب، فبحسه انه بيلبق لأي شيء يعني ممكن نستخدمه فيه. كمان بستخدم. ممكن تستخدم للجزدان صغير. أيوة. موبايل. انا حاولت بشغلي السنة انه الشغلات تستفيد منها السيدة، فحاولت اعمل حقائب. هي كمان شنطة. ايوه شنطة. حاولت اعمل حقائب دخلت فيها الرسم. هي يعني الشغل هيك تحسي شيء ناعم مع استخدام أقمشة تراثية. حاولت أعمل جزدان مثل اللي موجود عندك. أنا انتبهت أنه هذا له شيء خاص يعني أنه هذا جزدان. هذا جزدان قديم ومهري يعني، فأنا أخذته وكان فيه مقصات وكذا وهيك، فأنا حاولت إعادة تدويره، حطيت قماشة عليه واشتغلت وبس.
بالحرف العربي. يعني نحن من اي قطعه موجوده عندك مرميه انت ممكن انك ترجعي تعيدي احياء من اول وجديد والدوريه. دخلت حتى كمان على الملابس اذا شايفه كمان دخلت الحرف العربي, وهذا كثير موضه يعني صار له فتره الناس كثير حابه هذا الشيء. يعني بنطلون قديم عندي حبيت ارجع احيه فدخلت فيه حرف عربي. اشتغلت بالاحرف العربيه على عبايات بس ما صار لي مجال اني اجيب لكم اياها. فالحرف العربي يعني مثل ما شايفه وين ما نزلتي هو حرف مطوع يعني بيتكيف معك كيف ما هذا. ست رزان خلينا نحكي شوي بشكل موسع اكثر, انت عم تصيغي الاحرف العربيه واللغه العربيه اليوم على اقمشه متنوعه من عده انواع, من كمان على لوحات على ألبسة, فأنت عندك خيارات واسعة وخياراتك جدا أوقات بتكون صعبة وأنت لازم تكوني هون مميزة بأفكارك. شايفين التميز وشايفين الإبداع, أنت أكيد اليوم عم تواجهي صعوبات من خلال نتيجة هذا التميز, خبرينا عن هاي الصعوبات, شو المشاكل يلي أنت واجهتك, شو اللي قدرتي تتخطيه وكان ممكن سبب يعني بيوم من الأيام أنه أنا وصلت لمرحلة أنه ما بقى عندي شيء صعب؟ هلأ ما في شيء صعب, أنا هيك مبدأ حياتي. يعني طبعاً أول ما بلشت بالحرف العربي كتير كان صعب أنه أنت تطبقيه كقماش. يعني هاي اللوحة مثلاً, هاي الجلالة يعني كلها مشغولة بالقماش, فصعب الحرف العربي. صحيح هو جميل بس له انحناءات, يعني صعب انك انت تطبقيه بالقماش. فواجهت صعوبه في تحدي, بس لما القطعه عم تطلع كثير حلوه هون قطعتنا خلق العشق لدمشق. دخلت فيه شغلات دخلت فيها لا رسم, فاكيد واجهتني صعوبات بس بالتحدي وبالحب لهالعمل يعني قدرت اني اطبق شغلات حلوه. حتى أنا من فترة كنت بأوروبا يعني والشغلات اللي كنت عاملتها حسيتها يعني لقيت رواج من قبل الأجانب حتى مو بس العرب, فهالشي كتير عطاني حافز ودافع إنه أنا بدي ضلني متمسكة بحرفي العربي وبالأقمشة التراثية السورية. يعني عم حاول دائما حط بصمة سورية من ضمن أعمالي. فبتشوفي يعني حتى عامله هي قديه أيوة. فكره حلوه هي تبع نينت العطر اللي نحن بنرميها حتى ممكن قراب نظاره, فانا عملتها للنظاره يعني دمشق. وكتبت عليها دمشق, استخدمت فيها القماش الصايه. عم حاول كثير كمان اني استخدم قطب يعني تكون ظاهره لحتى يبين جماليه العمل اليدوي. القطعه اللي معك كمان مكتوب عليها دمشق, راسمه عليها ياسمين. كمان هون اشتغلت على خامه كثير صعبه اللي هي المخمل يعني, فكمان طلعت قطعة ذات جمالية حلوة. هلأ من ضمن الأعمال حتشوفوا أنه داخل معي كمان خيش نحن يمكن من لوحات يمكن أيوة. نحن السنة بورشة إبرة وخيط عم نشتغل بالخيش, الخيش اللي هو عبارة عن كياس الرز اللي نحن بنرميه حاولنا نرجع ندورها ونستخدمها. فأنا اشتغلت معهم بورشة الخيش بالإضافة للأحرف العربية اللي عم اشتغل فيها. هاي اللوحة اللي موجودة عندك داخل فيها عدة تقنيات, يعني أنا مدخلة خيش مدخلة قماش مدخلة الصاية إذا شفتي على رقبتها ايوه حاطه اكسسوار حلقات حتى راسمه الوش راسمته رسم. فحاولت ادخل عده تقنيات فيها حتى يبين جمال العمل. يعني من قماشه خيش انت كنتي راميتيها طلعت معك لوحه فنيه. كمان هون في عندك جلاله كمان هي داخلها خيش. عندنا سيده فايزه بوجه لها تحيه كمان, هي والسيدة هنا هن بيشتغلوا كتير بالتطريز, علمونا القطبة الإكس اللي بيشتغلوا فيها, فحاولنا كمان نطبق على الخيش القطبة الإكس. هلأ هاد كيس حلو أنا هيك بعرف هذا الكيس تبع الحلو يعني نستخدمه ونرميه خلاص. في ناس صارت هلأ تستخدمه وتحط فيه أغراض. أيوة. شو أنا حبيت بس حط طابع يعني خاص فيني, فحطيت عليه قطعة خيش مطرزة وطبعا دخلت قماش الصاية مثل ما لكم شايفين كنوع من الديكور. صار شنطة صغيرة يعني هي أنا حلوة. أنا عم نفسي هدول الكياس ما بكبهم بستخدمهم دائما, بس أنا ضفت عليهم شيء إنه طلع يعني في إلهم طابع هيك مميز. هلأ أنت شلتي الاسم مشان
ما يضل انه محطوط. ايوه انا حطيت هي الشيء ثاني اعطاها جماليه، حطيت عليه اعطاها جماليه. فنحن ممكن من شغلات كثير بسيطه انه نعمل هيك اشياء. عندك جلاله كمان اللي ناحك، هي جلاله مستخدمه فيها انا الاغباني، عملتيها مفراش؟ عملتها مفراش طبعا من بقايا القطع الموجوده عندي. حاولت طبعا انه تطلع مفرش كثير حلو. هدول الفوط كنا نستخدمهم، يعني ما بيستخدمون العالم فوط الاغباني، حاولت ادخلهم هدول اللي كانوا بيحطوهم على السفره تحت كل صحن. ايوه صارت رفاهيه. الامور كانت اجباريه تلاقيها بجهاز الصبيه انه تاخذ لها الصحون مفارش وهالقصص. هي في سيده اعطتني اياهم انه ما عدنا استخدمناهم فدخلتهم بشغلي. فانا اذا بتلاحظي شغلي داخل في قماش. لاحظت انه شغلك انت عم تعملي من اللاشيء شيء كثير جميل، ما عم تعاني يمكن باختيار الاقمشه، بس في عندك معاناه بتلبيه بعض المواد عم تلاقيها؟ هلا مثلا انا شو المشكله عندي، انه مثلا قماش الصايه مثلا او الاقمشه التراثيه غاليه، هي باهظه السنه، فاللي بيتامن معنا بيتامن بشكل بسيط. فانت عم تلاحظي بكل قطعه انا مدخله شيء كثير بسيط، قطعه صغيره. هلا هي حبيت قطعه تكون مودرن للنظارات كمان، هيك بنوته، وحطيت قماش صايه على جنب، يعني اعاده احياء هال بلش يجيكي تواصي معينه مثلا من خلال شغلك مشاركتك بالبازارات، انه مثلا في حدا ممكن يقول لك انا حابب هذا الموديل ضيفي لي عليه اضافات، تعملي هيك شيء؟ هلا انا ما راح اكذب عليكي، نحن التسويق فيه معاناه، يعني مش مو بس انا، يعني الحرف اليدويه بشكل عام هلا نتيجه الوضع ببلدنا ما كثير في اقبال، فهو اما بازار او صفحه أو على الفيسبوك. ايوه مثلاً. او معرض، يعني نحن بنعمل معرض بروخيت كل نهايه، يعني كل سنه بنعمل معرض سنوي. هلا بصراحه يعني في بيع لبرا شوي، يعني فانا بطمح انه يصير في تسويق اكثر يعني لشغلنا، لانه عن جد انه المراه السوريه هي مراه مبدعه يعني بحرفها اليدويه، فحرام هالشغل انه ما ينتشر يعني ويلاقي رواج. طبعا انا بس برجع بشجع المراه انه لازم تشتغلي حرفه يدويه، لازم الخياطه هي حرفه كثير بتعطي طاقه ايجابيه، بتفرغ طاقات سلبيه، بتحسسك بالفخر، لانه انت عم تبلشي من لا شيء عم تعملي قطعه كثير مميزه، ما شرط انك تبيعيها، يعني انت ممكن تحطيها ببيتك، يعني حتى يعني حرفه اعاده تدوير موجوده عند جداتنا، يعني كان كل سيده لازم تشتغل شيء لبيتها، يعني ما شرط انه تكون بتعرف تخيط. نحن بابره وخيط نستخدم كثير قطب بسيطه. خلينا نرجع لنقطه البدايه معك يا سيده رزان، ابره وخيط، يعني بدايه كل ست ممكن الطفله من هي وصغيره تمسك صحيح. ابره وخيط وتحاول انه هي بدها تعمل شيء. بداياتك كيف كانت؟ كان انت عندك هي الموهبه من زمان من انت وصغيره، ولا عملتي كورسات وتعلمتي وكان هذا الشيء اختياري لك؟ ابدا، يعني انا شخص بحب كل شيء يصير بسرعة، يعني مالي كتير صبورة، يعني حياتي فيها يعني ضغوط شغل عمل، يعني أنا درس بالجامعة برسم، يعني عندي كتير شغلات. فمرة رحت لمعرض شفت كانت عملته الدكتورة سحر البصير، موجه لها تحية كتير، موجه النحلات أيوة. ففتت شفت أقمشة ولقيت طريقة العرض كتير حلوة، حبيتها، قالت لي إنه نحن هيك بنشتغل بالإبرة والخيط. يعني أنا ما صدقت حالي لأنه أنا مالي ماسكة إبرة وخيط بحياتي، يعني فبلشت أتعلم، لقيت بالعكس يعني هي مهنة صحية، يعني هي حرفة بدها صبر، هذا الصبر انا بحاجه له يعني. ومع الوقت بتحسي انه صحيح عم تعدي ساعه ساعتين على القطعه، بس عم تحسي حالك كثير مبسوطه، يعني كانك عملتي هيك رفهتي عن حالك، مو انه يعني في ناس بيقولوا لي انه والله كثير صعب وكيف تقدري تعدي ساعه ساعتين، لا بقعد وبنسى حالي. فتعلقت فيها كثير، يعني حتى هي فكره اعاده يعني التدوير، يعني خلينا نقول صارت معك صدفة. وتعلمتها، يعني انا مالي زمان، يعني صار لي 7 سنين مع ابره وخيط، وضليت تقريبا شي سنتين مع نحلات سوريا، فمالي زمان يعني. بس انا ليش عم بحكي هالحكي؟ مشان شجع اي مراه انه ما شرط انك تكوني بتعرفي تخيطي مثلا. فتعلمتها وتعلقت فيها وتعلقت بفكره اعاده التدوير،
اللي هي هلا كثير اخذه رواج عالمي، انه انت ممكن من اي قطعه صغيره مرميه تعملي شيء بعدين. يمكن نحن صرنا بحاجه لهذا الشيء. ايه طبعاً، يعني اليوم طبعاً الاقتصاد العالمي بشكل طبعاً عام صار يعمل على خلق بيئه جديده. أيوة، اعاده أيوة تدوير الشيء اللي نحن فيه، الامكانيات. أيوة، ليش ما يعني مستفيد؟ اليوم صرنا نقول اذا كل شخص بيقدر يعمل ببيته، اللي عنده حديقه، اللي عنده اسطوح، اللي عنده شيء، انه يزرع شيء ليوفر لنفسه، يمكن خضره اللي بتقدر تعيد تدوير بغلاء الاسعار، انه هي تستخدم الملابس بشكل جديد. وهي هي الفكره الاساسيه اللي يمكن جذبت الناس لموضوع صحيح اعاده التدوير والاقمشه، انه تحس السيده هي عم تعيد انتاج حياتها، مو بس هي عم تعيد تدوير قطعه، هي عم تعيد تدوير قطعه وعم تجمع ذكريات. يعني بكل قطعه انت عم تشتغلي فيها اخذه ماشي من زوجك، من مثلا هي القطعه انا هي ماشي من خالتي الله يرحمها. الله يرحمه. يعني بضلني كل ما اطلع فيها بتذكرها. بس هي مو للبيع. لا مو للبيع. ما بتبيعي. مو للبيع. اللي فيه هي طبعا طبعا. فهي عباره عن مزيج من ذكريات انت عم بتحطي بهالقطعه تبعك، فبتحسي حالك متعلقه فيها يعني حتى انت عم تشتغليها. فنحن اعاده التدوير مو بس انت دورتي القطعه، لا حافظتي على ذكرياتك ضمن هالقطعه، يعني ما رميتيها. بطريقه حلوه اكثر. طريقه حلوه. وغاليه اكثر. طبعا. هيك بصير بحافظ عليها اكثر، انه تحسي القطعه فيها روح يعني. صحيح تماما. سيده رزان، اليوم انت هلا افكارك دائما متجدده وبتخترعك اليوم شيء جديد ممكن، او بتخطر على بالك فكره جديده، في شيء لقدام بالمستقبل حاطط في براسك بدك تنفذي؟ هلا انا حابه اتوسع اكثر بالحرف العربي بصراحه. انا ما عملت منه لسه لوحات، يعني انا برسم، بعمل لوحات مرسومه رسم بالخط العربي، بس انا حابه ادخله بلوحات قماشيه، يعني حابه اني اعمل لوحات كبيره بالخط العربي، يعني حابه اطور حالي فيه اكثر، حابه ادخل خامات اقمشه اكثر يعني. هيك انا بطمح يعني، ومع طبعا انه توسيع الشغل، التسويق يكون افضل. طبعا انا بطمح مو بس على صعيدي، انه على صعيد ابره وخيط، انه كلنا نطلع سوا يعني. بما انه ما عندك صبر، فانا بتوقع لك انه رح تنفذي المشروع فورا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وانا حابه يعني اذكر بس الناس، يعني ضل بكل مقابله بقولها، انه نحن دوراتنا مجانيه بمجمع دمر الثقافي، مشروع دمر، كل سبت من 10 ل 12. اي سيده بتحب تنضم لمجموعه ابره وخيط، بس بكفي تجيب معها ابره وخيط. مجموعتنا كثير حلوه، عم تكبر مع الوقت، عم نشتغل شغلات كثير حلوه، في تبادل مهارات، يعني كل سيده منا عندها مهاره معينه بتعلمها لغيرها، فعلى طول عندنا ورشات متجدده، عم نحاول نطور حالنا ونطور شغلنا. فأي حدا بيحب أنه ينتسب لمجموعتنا أهلا وسهلا فيهم. أكيد. ونحن دائما بندعي الكل أنه هو يعمل شيء بيحبه إلى جانب شغله أو حياته، مو شرط يكون هو مصدر الرزق الأساسي، بس ممكن يغير إنتاجيته بالحياة طبعاً. بشكل عام طبعاً. نشكر وجودك معنا أستاذة، وعلى كل الجمال اللي عم تطفيه على بيتك وعلى أيضا المحيطين يلي عم يتفرجوا عليه. شكرا لك. شكرا كثير لكم لدعمنا كمان. وكمان ضفتي الجمال على صباحنا، وبدي أقول لك أنه أنتي مثال للمرأة السورية يلي قد ما تقدم فيها العمر، العمر مجرد رقم، أنا فيني أتعلم أشياء جديدة وفيني أطور من حالي، وأنا عمري ما في عمر، يعني ما في رقم بيقول لك والله كبرنا على هالشغلات ومدري شو. لا، قادرين نحن نتعلم اي شيء وباي وقت. بدي اتشكر حضورك واهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لكم. شكرا كثير. اهلا فيك. اما هلا يا عفاف، نكون وصلنا لنهايه صباحنا لليوم. اكيد محطات عديده كانت معنا، بكره مثل العاده رح تكونوا مع حلقه خاصه بيست اوف لابرز العناوين والمحطات اللي مرت بصباحنا على مدار الاسبوع. بنبقى انه نتمنى لكم بقيه نهار كلياته خير، صحه وتفاؤل. مطرت الدنيا قبل شوي وبلش هالطقس اللي مكركب هيك يفصح شوي عن كركبته مثل ما بيقولوا. يلي طالع لسه من بيته ياخذ معه احتياطاته، جاكيت خفيف، شمسيه ممكن يفيده بهذا النهار. ضلوا بالف خير. باي باي. شكرا لك سلمى، وبقيه نهار حلو لك، وبقيه نهار حلو لكم اكيد مشاهدينا. انا بالنسبه لي كثير رح يكون حلو لانه مطرت الدنيا واخيرا بالشام، وان شاء الله يكون المطر خير ورزق وانفراجات كثيره على كل السوريين وعلى كل العالم، على كل العالم بالاخص يلي بيستاهلوا. كونوا بخير من هون لبكره وبفقرات جديده اكيد ومتنوعه، وان كنتوا لحالكم ولا مع الناس يلي بتحبوهم. كمان بدي اتشكر المخرجه تالا خضرا وفريق الاعداد وفريق التصوير. تكونوا بألف خير. باي باي.